السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم الأخبار والأحداث المتعلقة بسوق الصرف وأسواق المال والذهب في سوريا، وأهم الأخبار الاقتصادية اللي نناقشها مع حضراتكم اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024. في البداية زي ما احنا متعودين ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ففيها الخير والبركة، وما ننساش ندعي لكل إخواتنا في الوطن العربي ربنا يحفظهم ويسلمهم من كل شر يا رب العالمين. تباينت أسعار صرف الدولار الأمريكي والعملات أمام الليرة السورية في السوق السوداء، وفيها تحرك الدولار بين مستويات 14750 ليرة إلى 15455 ليرة، بينما تحرك اليورو بين مستويات 16408 ليرة إلى 16292 ليرة. وفي السوق الرسمية بقيت الأسعار مستقرة عند مستويات 13668 ليرة في نشرة المصارف والصرافة و 12500 ليرة في نشرة البنوك. وعلى صعيد أهم الأخبار الاقتصادية في سوريا، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا قرار جديد ونشرت أسعار جديدة للمشتقات النفطية وسجلت انخفاض في بعض أنواعها. وبحسب النشرة الجديدة انخفض سعر لتر البنزين المدعوم أوكتان 95 من 12868 ليرة إلى 12077 ليرة، وسعر لتر البنزين أوكتان 90 إلى 10460 ليرة. كما حددت النشرة سعر لتر المازوت الحر ب 10695 ليرة بعد أن كان يباع ب 11197 ليرة، إضافة إلى تحديد سعر طن الفيول ب 7,321,923 ليرة، وطن الغاز السائل دوكماك ب 11,739,420 ليرة. وعدلت الوزارة بحسب النشرة الجديدة سعر أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية باستثناء المدعومة، ليصبح سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 10 كيلو جرام 121,450 ليرة، واسطوانة الغاز الصناعي سعة 16 كيلو جرام 194,350 ليرة. وعلى الجانب الآخر، أصدر المصرف التجاري السوري قرار جديد يقضي بتخفيض الحد الأقصى للسحب اليومي من فروعه إلى 10 ملايين ليرة سورية بعد أن كان 25 مليون ليرة، وذلك بهدف ضبط السيولة النقدية على حسب قوله. وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع معدلات التضخم والمخاوف من أزمة مصرفية قد تعيق قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها المالية، ما دفع المصارف إلى تقليص إجراءات منح القروض وأدى إلى زيادة السيولة غير المستخدمة في البنوك. وفي النهاية نتمنى استقرار الأسعار وتعافي الليرة السورية والاقتصاد السوري وجميع اقتصاداتنا في الوطن العربي حتى يشعر المواطن بنوع من الراحة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والطاحنة. ورغم كل ما يعانيه المواطن من سوء في الحالة المعيشية، أجده لا يزال متمسك بآمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل، الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب. وأقولها وأكررها في كل حلقة إن حييت، بلادك حياتك وشرفك، إن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانكسرت تشردت أنت بين الدول. فالتاريخ إما يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد. وبالنسبة لسعر الدولار مقابل الليرة السورية في عدد من المدن والمحافظات السورية اليوم الأربعاء، سجل الدولار في دمشق وحلب واللاذقية وحماة ودرعا والسويدة أسعار تتراوح ما بين 14750 ليرة إلى 14850 ليرة. وفي إدلب وعين العرب ومنبج والرقة ودير الزور والحسكة سجل الدولار مستويات 15355 ليرة إلى 15455 ليرة. أما عن أسعار العملات أمام الليرة السورية، فقد تباينت ليسجل اليورو 16408 ليرة مبيع و16292 ليرة شراء، وسجلت الليرة التركية 433 ليرة مبيع و428 ليرة شراء، وسجل الريال السعودي 3932 ليرة مبيع و3902 ليرة شراء، وسجل الدينار الكويتي 48305 ليرة مبيع و47953 ليرة شراء.
وسجل الجنيه المصري 304 ليرة مبيع و300 ليرة شراء. وعلى صعيد أسعار الذهب والفضة في سوريا فقد استقرت الأسعار انخفضت الأسعار لتسجل سجل جرام الذهب عيار 24 مليون و227 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 22 مليون و127 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 مليون و78 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 924 ألف ليرة، وسجلت أونصة الذهب 2571 دولار فاصل 29 سنت، وسجلت ليرة الذهب 8 مليون و564 ألف ليرة سورية اللي بتساوي 578 دولار فاصل 68 سنت، وسجلت أونصة الفضة 454710 ليرة سورية اللي بتساوي 30 دولار فاصل 72 سنت، وسجل جرام الفضة في سوريا 14620 ليرة. ده كان عرض سريع لأسعار الدولار والعملات وأسعار الذهب والفضة في سوريا خلال تعاملات اليوم. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول. تابعني وادعمني، أنا حسين علي هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.